عبر خدمة سكايب أيضا ينضم إلينا من باريس السيد إبراهيم مسلم الباحث السياسي. سيد إبراهيم مساء الخير، أهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. هذه ربما هي الانتخابات الثانية التي تجرى بعد الانتخابات المحلية التي جرت في مارس من 2020 منذ بدء جائحة كورونا، لكن بداية نود أن نفهم ما هو الفارق بين الانتخابات المحلية والانتخابات الإقليمية في فرنسا. يعني الانتخابات، هذه الانتخابات الإقليمية هي انتخابات خاصة بالمحافظات، يعني نحن في المنطقة العربية نقول محافظات، هم يسمونها مقاطعات. طبعا فرنسا مؤلفة من 103 مقاطعات. هذه المقاطعات مقسمة بين 17 إقليم، 13 إقليم موجود ضمن فرنسا الجغرافيا المتماسكة، بالإضافة إلى 4 مقاطعات ما وراء البحار، ما وراء البحار. طبعا تكمن أهمية هذه الانتخابات، هي سوف تكون لهم مستقبلا دور في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، يعني لن يؤثر مستقبلا على الانتخابات الرئاسية، لكن من سيفوز بعدد أكبر من المقاعد في هذه الانتخابات سوف يظهر للشارع الفرنسي أهمية هذا الحزب أو شعبية هذا الحزب. هو مؤشر في النهاية. نعم هو مؤشر، يعني هناك ثلاث رهانات يعني يروها الفرنسيون في هذه الانتخابات. الرهان الأول هو مدى مشاركة الفرنسيين، يعني كلنا يعرف هكذا انتخابات، سواء كانت انتخابات محلية خاصة بالبلديات أو انتخابات المقاطعات والأقاليم، هناك نسبة قليلة من المشاركة، يعني حتى ظاهرة هذا اليوم كما تفضلتم أيضا وزارة الداخلية أعطت الرقم 12.22% من 50 مليون مواطن الذين يحق لهم التصويت. عدد المرشحين بقرابة 16 ألف، يتسابقون على 4100، يعني بمعدل 4 أشخاص لكل مقعد، يعني المنافسة بين 4 أشخاص على كل مقعد واحد. الرهان الثاني هو موضوع تقدم حزب. طيب قبل أن نتطرق إلى الرهان الثاني سيد مسلم، دعنا نتحدث يعني بشكل واضح في الرهان الأول، هو ما يتعلق بنسبة المشاركة في هذه الانتخابات. ما المعروف أن هذه الانتخابات الفرنسيون لا يشاركون فيها بكثافة، هل يمكن أن نقول أو هل يصح القول أن ما يتعلق بأزمة كورونا والتخوفات المرتبطة بهذه الأزمة يمكن أيضا أن تقلل من مشاركة الفرنسيين في هذه الانتخابات، على الرغم من أن الفرنسيين ربما كانوا يعني يطمحون إلى الوصول إلى هذا اليوم، عندما اليوم أيضا بالمناسبة تم تخفيض الإجراءات الخاصة بكورونا وتم إلغاء حتى حظر التجول في البلاد، وبالتالي إلى أي مدى يمكن ذلك أن يساعد الفرنسيين في المشاركة أو عدم المشاركة في هذه الانتخابات؟ نعم يعني اليوم تم إلغاء إجراءات الحجر الصحي والحظر الليلي، سوف يلعب دور إيجابي في المشاركة، لكن بالأساس يعني ناهيك بغض النظر عن موضوع كورونا، الفرنسيين يعني نسبة الإقبال على هكذا انتخابات قليلة جدا، وأيضا موضوع كورونا لعب دور وتغيير تأجيل، يعني كان من المزمع أن يتم انعقاد أو إجراء هذه الانتخابات في نهاية مارس أو بداية أبريل هذا العام، لكن نتيجة كورونا والحجر الصحي تم تأجيله شهرين. وأيضا موضوع آخر، كلنا يعرف الفرنسيين يعني يطمحون إلى أجواء ربيعية وصيفية لكي يقوموا بإجازتهم، وهذا أيضا سبب آخر تأجيل موعد الانتخابات. هم يعني دائما هكذا انتخابات تتم في نهاية مارس أو بداية أبريل، لكن ربما يعني الحسم بالنسبة لهذه الانتخابات هي الجولة الثانية، أي في الأحد القادم في 27 حزيران سوف يتم الحسم، وسوف يتم احتساب النسبة المئوية الحقيقة للمشاركة. أنا أعتقد سوف المنتصف النهار يعني بعد الظهر سوف يحدد نسبة المشاركة، كون غالبية المقاطعات سوف تغلق صناديق الاقتراع
في السابعة والمقاطعات الكبرى في الساعة الثامنة، ربما بعد الظهر سوف يكون هناك المشاركة، لكن بحسب المراقبين سوف ربما تصل إلى 30 أو 35%. هذه النسبة، هذه النسبة سيد إبراهيم ربما في بعض الدول هي نسبة مناسبة وجيدة. في فرنسا هل فرنسا المجتمع الفرنسي المسؤولون الفرنسيون يعتبرون أن هذه النسبة التي ربما تشارف 40% هي نسبة ضئيلة في المشاركة؟ نعم، يعني بالرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة ووزارة الداخلية، هم يسمحون إلى نسبة الأكبر أن يتجاوز النصف أي 50% من المشاركة، لكن الفرنسيين بشكل عام كون يعني ينظرون إلى هذه الانتخابات كتحصيل حاصل. هم يعني أغلب المرشحين هم بالأساس رؤساء بلديات وأعضاء المجلس البلدي، هم يرشحون أنفسهم ويصبحون جزء، أي هم بالأساس منتخبين بالانتخابات المحلية. نعم. لذلك ليس هناك اهتمام كبير بهذه الانتخابات. طيب الرهان الثاني ربما الذي كنت أشرت إليه هو هذه الانتخابات تمثل اختبار لقدرة التجمع الوطني برئاسة مارين لوبان في هذه الانتخابات، وربما تمهيدا للانتخابات الرئاسية القادمة. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم هذا الحزب التجمع الوطني في هذه الانتخابات، لأي مدى ترى أن هناك يعني أن هذه الاستطلاعات الرأي المتعلقة بهذه الانتخابات مطابقة لما يحدث في الشارع؟ نعم، يعني كلا الحزبين، الحزب الجمهورية إلى الأمام أو حركة الجمهورية إلى الأمام لسيد ماكرون والتجمع الوطني لماري لوبان، كل هذين الحزبين يريدون أن يثبتوا مدى قدرتهم في الشارع الفرنسي. يعني كما قلت من البداية، هي لن تؤثر على نتيجة الانتخابات التي سوف الانتخابات الرئاسية التي سوف تتم بعد أقل من عام، لكن سوف تظهر شعبية هذين الحزبين بحسب الاستطلاعات الرأي. نعم، حزب التجمع الوطني متقدم، يعني هناك يعني كنت سأتحدث عن الرهان الثالث هو عدم شعبية حزب ماكرون. يعني حزب ماكرون فاز بالرئاسة ونتيجة فوزه لأن المنافس له كان حزب يميني وغالبية الفرنسيين يعتبرونه يميني متطرف، لذلك فاز ماكرون. ربما لو كان هناك حزب آخر منافس لماكرون ربما لم يكن يفوز، لكن الآن في كل هذه الظروف، ظروف كورونا وأيضا ظروف الجرائم التي حدثت مؤخرا في فرنسا التي تبنتها جماعات إرهابية، كل هذه الأمور تصب في مصلحة التجمع الوطني. دعم التجمع الوطني للسترات الصفراء والمظاهرات التي كانت تحدث دوما، وربما لا زالت هناك دعوات لإحداث هذا النوع من المظاهرات من قبل السترات الصفراء، هل ساهمت في انخفاض شعبية ماكرون في الشارع وحزبه؟ شعبية ماكرون تأثرت من خلال بعض القوانين المتعلقة بالنظام الضريبي وقوانين العمل، هناك الأمور كثيرة التي أثرت على شعبية ماكرون، لكن من وجهة نظر عامة الغالبية الفرنسية لا يريدون أن يصل حزب التجمع الوطني إلى سدة القيادة في فرنسا. هم دائما ينظرون إلى الحركات التي تعزز الجمهورية، يعني قيم الجمهورية. نعم. التي تعيشها فرنسا منذ الثورة الفرنسية. طيب، يعني كأنك تقول أن نسبة فوز التجمع الوطني في هذه الانتخابات هي أعلى من نسبة فوز الجمهورية للأمام اليمينية الوسطية في هذه الانتخابات، نظرا لانخفاض شعبية ماكرون في الشارع بعد عدد من القوانين ربما المرفوضة من قبل الشارع. لكن يعني يوم الأحد المقبل سوف تتضح نتيجة هذه الانتخابات، وإلى أي مدى يمكن لنتيجة هذه الانتخابات أن تكون إشارة مباشرة لما ستكون عليه انتخابات العام المقبل؟ وهل بنتيجة هذه الانتخابات ستتضح معالم هذه الانتخابات الرئاسية خلال العام المقبل، على الأقل المرشحين لهذه الانتخابات، وسيبدأ المرشحون في يعني دعواتهم وجولاتهم الانتخابية؟ نعم، ستلعب النتائج دورا كبيرا في تحديد شعبية هذين الحزبين، لكن من الآن وإلى العام القادم للانتخابات الرئاسية لا نعرف ما الذي سيحدث. كلنا يعرف حركة الجمهورية للأمام أو حزب الجمهورية للأمام متى ظهر،
ظهر مع الانتخابات السابقة. يعني ربما تظهر هناك حركات وأحزاب جديدة. كانت هناك الكثير من الأحزاب الآن ليست لها صدى في الشارع الفرنسي. لذلك لا نعرف بالضبط ما الذي سوف يحدث. نعم. لكن حزب الجمهورية للأمان أو حركة السيد ماكرون سوف يعملون جاهدين من أجل أن يكون لهم. لكن سيد مسلم، ألا تتفق مع القائل أن المعايير التي تجرى عليها انتخاب المرشح في الانتخابات الإقليمية والمحلية تختلف عن تلك المعايير التي يجرى على أساسها انتخاب المرشح في الانتخابات الرئاسية من قبل المواطن؟ طبعا يعني سوف أوضح بعض النقاط. يعني الانتخابات المحلية والمقاطعات والأقاليم ينتج عنها مندوبون أو مندوبون عن الجماهير، هؤلاء سوف يحق لهم الترشيح ليصبحوا أعضاء في مجلس الشيوخ. لكن المجلس الشعب أو البرلمان الذي يشكل مع مجلس الشيوخ الإسامبلي جنرال أو المجلس العام أو البرلمان الفرنسي أو مجلس الشعب الفرنسي، هؤلاء يتم انتخابهم كما يتم انتخاب رئيس الجمهورية كل 6 سنوات، يعني باقتراع مباشر من الجماهير. يعني بعكس الانتخابات المحلية والإقليمية والمقاطعات التي تؤدي بالنهاية لكي يصبحوا أعضاء بمجلس الشيوخ. فلذلك الرئيس ماكرون يعول على شعبيته أو من خلال الانتخابات المباشرة. وكلنا يعرف النظام الانتخابي في فرنسا مختلف، يعني بالبداية يكون هناك أكثر من مرشح، بالنهاية يبقى 2 فقط، ربما تكون هناك جولة أو جولتان أو 3 حتى في النهاية يتم تصفية وبالتالي يفوز رئيس الجمهورية في الانتخابات. السيد إبراهيم مسلم الباحث السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. كنت معنا عبر خدمة سكايب من العاصمة الفرنسية باريس.